أنا مريم خير الله ماكسيني أرتست. لح نشوف كيف نحول المكياج الصباحي للمسائي مستخدمين Next to Nothing. أول خطوة أساسية لح استخدم المينيرالايز تشارج ووتر جيل كريم. كتير مهم لما ما نحضر بشرتنا نحضر بشرتنا بالمرطب المناسب، لأنه هو أساس للكريم اللي بدنا نحطه بعدين. والحلو بالمينيرالايز تشارج ووتر تركيبته خفيفة وبيصلح كل أنواع البشرات، يعني مثل ما بنشوف إنه دغري بتمتص البشرة، وفينا كمان بهيدي التقنية نحط شوي تحت العين. الخطوة التالية هي رح استخدم الـ Next to Nothing Face Color. اللون اللي عم استخدمه هو اللون الميديوم، والحلو بهالكريم إنه بس ينحط ببلش بطريقة كتير خفيفة، بذات الوقت بيعطيني ملمس ناعم على الوجه. هون حسب نوع البشرة، يعني إذا حابين نحن نعمل تغطية أكتر نرجع منزيد أكتر. أعمل دمج لكامل الوجه. رح آخد الـ Next to Nothing Powder بلون Medium Plus واستخدم الـ 1-for-1 Brush. فرح استخدم الطرف تبعها وبلش تحت العين ثبت الـ Next to Nothing. الملمس تبعها مخملة، ومثل ما بنشوف إنه بتغطي بس طريقة كتير طبيعية. كمان طرف البراش بهيدي التقنية، ونرجع منوزل على كامل الوجه. إذا حبينا نوحد اللون ما ننسى الرقبة، تاخد شوي لفوق العين. رح آخد الـ Next to Nothing Medium Deep بزيت البراش. هلأ بدي حدد الوجه وأعطيه أكتر تقاسيم. زيت التقنية من طرف البراش، رح أعمل بهيدي شكل بلش حدد الوجه، بيعطي لمسة خفيفة ولون. إذا حبينا كمان نعطي لون أكتر من قوي، ارجع أخد كمية بسيطة حطها على فتحة العين تنعطي دفى للعيون. أما تضوي أكتر الوجه رح استخدم هلأ البلاش. رح استخدم البلاش اللي هو ميلبا. رح أخد الـ 129 براش، وعلى تفاحة الخد بلي زيد الميلبا وأعمل له دمج مع الـ Next to Nothing Powder اللي حطيناها قبل. طريقة خفيفة برجع ببرم البراش. إذا حسيت إنه اللون كتير قوي على الميل التانية اللي ما في عليه برودكت برجع بعمل. هلأ رح انتقل لمنطقة العيون. رح استخدم الـ Extended Play Lash Mascara. فمثل ما نشوف هذه التقنية إنه منبلش بالمسكارا من تحت ونطلع فيها، تعطيني مظهر طبيعي وبذات الوقت بتمشط كل رمش. ما ننسى دايماً الرموش يلي بيجوا من تحت لأنه بيعطوا وساعة على العين. كخطوة أخيرة لنخلص الميك أب رح استخدم بريب أند برايم ليب. بس نوزعه على كامل الشفاف منلاحظ إنه الشفاف بيعبوا أكتر، بيعطوني ملمس مخملي تا أقدر حط اللون شفاف. فهلأ رح أخذ الصور للبنسل بهذه التقنية، برجع ناخذ اللون لأنه بس بدي حط لون يكون طبيعي مثل كأني ماني محددة الشفاف. سو هيك بنكون كملنا اللوك النهاري مستخدمين هالخطوات البسيطة اللي هي Next to Nothing. هلا رح نشوف كيف نحول هذا اللوك النهاري للوك أكتر يكون لليل. فرح استخدم الستوديو فيكس بيرفكتنج ستيك بلون كتير غامق اللي هو أغمق درجة كرمال حدد العين أكتر. فبناخد كمية بسيطة وبالتوتو فور براش نستعمل هذه التقنية بنحطها على عظمة العين. ليه عم بعمل هذا الشيء؟ كرمال أعطي أكتر دفى للعين. بس بدي أحط الآي شادو كأنه عم بعمل بيز، أعطيني مظهر سموكي خفيف منه محدد. زيت التقنية آخذ الكونسيلر بالـ 239 براش، طرف تبع البراش تحت العين. هذه التقنية مثل كأنه عم بستخدم آي شادو كريمي بلون بني، بس عم بستخدم الكونسيلر طريقة طبيعية. تثبت هلأ اللي عملته. رح آخذ الباليت اللي هي سيمي سويت تايمز 9 اللي بتجي ألوانها كلها قطفية، وآخذ اللون الفاتح بال 239 براش ارجع واستخدم اللون البيتش ووزع اللون محل ما حطيت انا الكونسيلر من تحت العين، كأنه عم نعمل تدرجات باللون البني. طريقة خفيفة مش محددة. زيت الشيح رح ارجع آخذ التوتو فور براش واخذ زيت اللون اللي هو اللون البيتش، حطه على
عظمة العين محل ما حطيت الكونسيلر قبل. هلا تنطفي لمسة سحرية لللوك تبعنا رح اخذ الستروب كريم بلون اللي هو البيتش لايت. رح استخدم البراش اللي هي ال 159 وعلى عظمة الخد محل ما منحب نحن نبرز مناطق الوجه تبعنا رح احط الستروب كريم. مثل ما بنشوف عم يعطيني لون بيتش، وبالبراش من طرف البراش بعمل دمج بطريقة خفيفة للكريم اللي أنا حطيته ومنسبته. وكمان ممكن بالستروب كريم وين منحب نضوي المناطق اللي بوجهنا ممكن نحطها على مناطق تانية نحنا منحب نضويها. كما نشوف عنا جلو بس بطريقة كتير طبيعية وحلوة، مثل ما منشوف عملنا لوك كامل مستخدمين next to nothing face color. هلا رح نشوف كيف نحول هذا اللوك الطبيعي ليكون لوك اقوى. رح اخذ لونج اكسبريسو اللي هو مودرن تويست كاجال بلون بني داكن من داخل العين وتحت النمو والرموج. بما انه المودرن تويست كاجال هو لونج لاستنج يعني بيطول لفتره طويله، لازم نكون سريعين نحن وعم نعمل له دمج. فقبل ما انتقل للعين الثانيه رح اخذ 239 براش ودغري اعمل دمج للون فوق نمو ورموش. بنعمل خط بسيط مثل كانه عم نعمل اي لاينر بس ما بدنا يكون محدد. قبل ما ينشف برجع باخذ 239 براش وبعمل دمج للون مثل كانه عم بعمل بيز للاي شادو بس ما بدنا يكون كثير محدد. عم بلحق بس شكل حجم عيني. ارجع زيد شوي. بحب عاده اشتغل باللون البني لانه حتى اذا عملنا غلط ما بيبين، بضل طالع أكثر طبيعة من اللون الأسود. وبأخلط لونين يلي هن مثل لون البرغندي اللون العنابي مع اللون البني. بزيت البراش اللي استخدمتها بعمل دمج. أما هلأ لخلص مكياج العيون رح استخدم الهوت اند نوتي ماسكارا واستخدم جهة اللي بتعطيني دراما أكثر. رح ركز أكثر على طرف العين، نزيد الماسكارا هيك ببين اكثر ميك اب العين تحت العين كمان. كما بنشوف انه اكتمل مكياج العين. هلا رح انتقل لمنطقه الشفاف واستخدم سور للبنسل نوزع على كامل الشفاف. من بعد ما خلصنا رسم الشفاف رح اخذ ريترو مات ليكويد بلون بيرنت سبايس. كما بنشوف انه البراش مش بحاجه انه نعلم شفافنا، في ارسم شفاف طريقة كتير سهلة، اللون كتير بيتناسب مع الميك اب اللي عملناه، بذات الوقت بيطال لفترة كتير طويلة لأنه مات. كلمسة نهائية رح استخدم next to nothing light plus powder واستخدم البراش 141 تحت العين وعلى منطقة التي زون. وهيك مثل ما منشوف ممكن كملنا اللوك النهاري اللي حولناه للوك ليلي.